إنه صوت نباح. هيا بنا. رابل والطاقم. أوه، مرحبا عمدة جريت واي. مرحبا يا جراء، هناك خطأ في سقف قاعة المدينة، أخشى أن يسقط ويدمر الفلفل الحار ومجلس المدينة. واو، أنت بحاجة لإصلاح السقف. نحن في الطريق. لنرى ما الذي يجعل السقف ينهار. واو، أنا أرى المشكلة ولها أجنحة. إنه النسر وينكسي. مرحبا يا وينكسي، أنت هنا من أجل الفلفل الحار؟ سيكون لذيذا جدا. مهلا، هل النسور تأكل الفلفل؟ يا جراء، شكرا لقدومكم. هل عرفتم ما مشكلة سقفي؟ أجل عرفنا، هناك عش كبير. ما الذي يحدث؟ بالتأكيد هناك شيء ثقيل على سقفي يجعله يتساقط. ليس شيئا ثقيلا، بل شخص ثقيل. وينكسي في عشها. وينكسي؟ أتساءل ما الذي جعلها تبني عشا على سطحي. أوه، أنا أعرف، انظروا، لديها بيض، ثلاثة منها. أها، وينكسي تستخدم الحرارة من المطبخ لتدفئة بيضها. ذكية جداً يا وينكسي. الآن لدينا وظيفتان، إصلاح السقف ونقل وينكسي وعشها إلى مكان أفضل. ليس لدينا كثير من الوقت. لا تقلقي يا وينكسي، سننقلك أنت وبيضك إلى مكان أفضل. التقط، ارفع، حرك. أو عزيزي، لطالما أردت مطبخاً بإطلالة، لكن ليس هكذا. وداعاً يا وينكسي، أراك لاحقاً. الخشب في مكانه، الخطوة الأولى انتهت. حسناً، لن يتم ذلك حتى نقوم بتثبيته. أف، مطرقة. أتسابقني؟ على علامتك، استعداد، مطرقة 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 مطرقة. مرحباً. الكثير من الناس هنا بالفعل، أناس جائعون جداً، وربما جائعون للفلفل. لا، لا يوجد شيء لتروه هناك، فقط الجراء تقوم بإصلاح السقف. لا تقلقوا، ما زلت أطهو الفلفل الحار، آمل ذلك. الفتحة مغطاة، حان وقت فحص السلامة. جاهزة؟ اقفزي. مرحبا يا جراء، كنت بساحة النباح وخطرت لي فكرة. تحتاج المطابخ إلى فتحة تهوية مثل هذه بالضبط. عندما تطبخ العمدة جريت واي شيئاً في مطبخها، فإن الهواء الساخن سيرتفع من خلال الفتحة. إنها فكرة رائعة يا جدي. واو، منشار كهربائي. هيا يا جدي. الآن اقتربنا من الانتهاء. حسناً يا ميكس، حان دورك الآن. الرذاذ الناسف. سأضع بعض القطران هنا وهنا. تم إصلاح السقف وتم تجفيفه. عمدة جريت واي، السقف الآن آمن. أخبار سارة. شكراً يا جراء، سأقوم بطهو الفلفل الحار الآن بعد أن أمكنني العودة إلى الداخل. أيها الناس، لدينا الفلفل الحار والألعاب الكثيرة، هيا امرحوا. قام الجراء بتثبيت السقف في الوقت المناسب لطهو الفلفل الحار. طعمه شهي. سيداتي، سادتي والجراء، دعوا الفلفل الحار يبدأ. أتمنى انتهاء كل وظيفة هكذا. مجتمعين مع عائلتنا؟ حسناً، أجل، ولكن أيضاً مع وعاء كبير من الفلفل. مهلاً، هذا الفلفل يجعلني أرغب في الاحتفال. يا عائلتي، استعدوا للغناء والاهتزاز. لقد أصلحنا السقف. رابل والطاقم، وهو رائع. هذا ما نفعله. مرحبا، ثانية
شاشة النباح ثلاث مرات في يوم واحد؟ رابل، ميكس، وموتور نحتاجكم. أجل، مشكلة كبيرة. كسرت الفروع المسار والسلالم خارج متجر جروسر جابريال. ليست آمنة للمشي، ليست آمنة. أوه، إصلاحات ممتعة، هيا بنا. مهلا، الآن الشخص الوحيد المتبقي معك في يوم الجد هي العمة كرين. هذا صحيح، جروسر جابريال يحتاجكم. وأيضا أنا ممتعة، شاهدوا لعبة جديدة، اللمس بالذيل. خسر. هاي، عودي إلى هنا. هيا يا صغار، سنكون بخير. سنعود حالا. اللمس بالذيل، خسرتي. نريد الجوب. لا تقلقوا، الجراء جاءت. سأكون قادراً على فتح الباب، وبعدها سيكون لديكم هذا الزيستي بيستي تشيدر. حسناً يا طاقم البناء، يجب أن نكسر المسار والسلالم ثم نبنيها. هيا بنا نبني. انتظروا، أنا لم أكن أدرك عدد هذه السلالم، سأحتاج المزيد من الإسمنت. سأتصل بي. العمة كرين، نحتاج إلى الإسمنت، عمل كبير هنا. لا تقلقي يا ميكس، سأحضر المزيد من الإمدادات حالا. مهلا، الآن ستكون وحيدا في يوم الجد. لا تقلقي علي، الجراء تحتاجك. حسنا، سأحاول ألا أتأخر. أكياس الخرسانية قادمة في الطريق إلي. شكرا يا عمة كرين، حان الوقت لخلطها. موتور هيا، بوم بوم. استعداد، تصويب، اسمنت. كدنا ننتهي، فقط سنبني السياج ونعلق اللافتة. أوه رائع. أوه، مقبض الباب يبدو غريبا. آه، انكسر المقبض، كيف سنفتح الباب؟ لا تقلقوا، نحن نعرف شخصا لديه بعض المقابض. لقد لمستك، خسرتي، خسرتي. جدونا باب جروسر جابريال به مقبض مكسور، ونريد مقبضا. تعرف من أين نحصل على مقبض، صحيح؟ لدي جميع أنواع المقابض، سنجد واحدا له. نريد الجوب. صندوق أدوات الجد للإنقاذ. كلا، هذا هو. هيا بنا. هيا يا عائلتي، هيا بنا نعمل. نحن عائلة، عائلة الجراء، ندق المسامير ونهز خيولنا. نحن عائلة، عائلة الجراء، تريد بناء شيء، هذا ما نفعله. تريد بناء شيء، سنبنيه لك. نحن عائلة، عائلة الجراء، عائلة الجراء. الرصيف الجديد جاهز، وذهبت الفروع، والباب سليم. حان وقت الجوب. شكرا لكم يا جراء، لقد أنقذتم اليوم الجبني. رائحة الجبن لذيذة، أنا جائع. هؤلاء، لم نصنع وجبتك الخفيفة يا جدي، كنا مشغولين في العمل. أجل، أفسدنا يوم الجد بسبب مغادرتنا. في الواقع كان يوما رائعا للجد. أدركت احتياج بيلدر كوف لكم، رأيتكم أنتم مفيدون،
قمت بالبناء معكم. أنا فخور جداً بعائلتي، ولهذا كان هذا حقاً أول وأفضل يوم للجد. مرحباً يا تشارجر وعائلة تشارجر، من الجميل أنك تعرف أغنياتي. أو أعتقد أنك تعرف من أنا، سيرا سباركل. واو، شكراً لقدومكم لتحريك الصخرة، لن تتمكن الحافلة من الالتفاف حولها. لا تقلقي، سنحرك الصخرة ثم سنوصلك إلى حفلتك في بيلدر كوف. هيا بنا. فليبتعد الجميع. موتور هيا. استمري يا موتور. موتور هيا. وأكثر. وأكثر. موتور انتظري، لا تدرك أن تحطيم الصخور يجعل الصخور الأخرى تتحرك. وأكثر. بوم. انتظري. لا، انهيار. فليبتعد الجميع. أو لا، النجدة. لا تقلقي، رابل يأتي مسرعا. شكراً يا عمة كرين، نراك في الحفل بعد أن نحفر النفق. حسناً يا جراء، هيا بنا نبني نفقاً. رابل يأتي مسرعاً. حسناً يا ويلر، اسحبه بعيداً. جعلها نظيفة، هذا هو الحل. موتور هيا. بوم. بهدوء. حف 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 حف، هذه طريقة الحف. استمر استمر وتوقف. الآن ارفعها قليلاً. في حالة وقوع الصخور على النفق، ستحافظ هذه القطع المعدنية على قوتها. أجل، لن تسحق أي صخرة هذا النفق. هو المثقاب الكهربائي. لهذا السبب أردت القطع المعدنية. ذكية جدا يا ميكس. مهلا يا جراء، حفل سييرا سيبدأ قريبا، هل نستطيع إنهاء النفق قبل الحفل؟ بالطبع نستطيع، نحن رابل والطاقم. رابل يأتي مسرعا. أحسنت يا رابل، استمر، نحن على وشك الانتهاء. أنا أبحث عن طريق، ضوء يقودني إليك، ضوء يقودني إليك. اختراق اختراق اختراق. سيرا سيرا سيرا. شكرا يا بيلدر كوف لشعوري بأنني في بيتي، وشكرا يا رابل والطاقم لمساعدتي في الوصول. ما رأيكم يا جراء؟ أتريدون الغناء معي؟ أنتم تعرفون الكلمات. ماذا؟ أجل. هو أو 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 أو، هيا بنا نغني. واو واو، أنا على المسرح مع سيرا سباركل. أو تشارجر متحمس، امنحوه مساحة. أنا حقا متحمس جدا. هيا نبدأ هذا الحفل. في أمور البناء هم رقم واحد، جراء البناء يستمتعون، لا يوجد شيء لا يمكنهم بناؤه. نحبك يا رابل والطاقم، ولهذا